حياكم الله في بودكاست خاص ليوم المرأة الإماراتية. معانا سفيرة النوايا الحسنة وصناع الأمنيات، مدربة، رائدة أعمال، تحب الإيجابية والخير للغير. حياك الله دكتورة ليلى رحال. الله يحييك أختي زكية، وأنت كذلك من سفراء صناع الأمل. واليوم أنا سعيدة أني معاك في هذا البودكاست ليوم مميز لشخصيات مميزة. واليوم احنا نحتفل بالمرأة الإماراتية في الريادة والقيادة وصنع الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ، فهي رؤية للقيادات. وأكيد ما قصروا الشيوخ أنه في تمكين المرأة، وخصوصا أم الإمارات التي يمكن لا نراها ولكن نرى قوتها وريادتها في كل امرأة إماراتية. المرأة الإماراتية اليوم نرفع لها القبعة وتحية ونقول أبدعت يا بنت زايد. فعلا اللي قاعدين نشوفه في دولة الإمارات من تطور على مدى السنين في تمكين الشباب، تمكين المرأة، في إكسبو 2020، في كوب 28، في نجوم القمر ما شاء الله وصلوا له، ومؤخرا المساعدات الإنسانية أو الكابتن اللي راحت لفلسطين. يعني دائما تجديد وتأطير وتطوير. شكرا للمرأة الإماراتية. نحن في ضيافة عطور أحمد المغربي، خبرينا عن اختيارك في العطور والعود اللي تعكس شخصيتك يا دكتورة. أول شيء نشكر أحمد المغربي على الاستضافة والمبادرة الجميلة اللي سواها للمرأة الإماراتية. وقبل أن نتكلم على ذوقي، أكيد أنا جاية إلى المهنية والحرفية واختيار العطور بدقة وعناية، وكذلك ليس مجرد عطور، فهي عطور أسطورة تتكلم. بين ثنايا كل عطر وعطر قصة مزجت وأدمجت بحب وإيخاء، وكذلك بعطور فرنسية مع ضبط النكهة العربية، ففيهم عود وعنبر. هذا اختياري دائما الأول، آيرش الليذر عندهم، ولكن في عطر عندهم مميز اسمه ميرش. أوكي. صراحة تصميم الزجاجة حلو، الخلطة حلوة، وكذلك شفت عندهم للأفراح بوكسات جميلة. أنا أخذت واحدة لصديقتي لأنها حتتزوج، اسمه فرح، فالفرحة للجميع والبسمة للجميع. وهذا ليس بجديد على كل مستثمر يأتي إلى أرض المحبة والطيبة والسلم والسلام والإخاء والتعايش، الإمارات وخصوصاً دبي رقم واحد، فلا يقبلون إلا أن يكون النموذج رقم واحد. وأحمد المغربي اليوم أثبت بجدارة على المهنية في اختيار أحسن العطور. شاركينا بمثال عن قصة ناجحة في تمكين المرأة الإماراتية اللي صادفتك أثناء التدريب يا دكتورة. إعلاميتنا الجميلة زكية، إحنا اليوم في بلد لا تقبل الفشل، وليس هناك مكان إلا للنجاح، فالنجاح مطلوب. ليش؟ لأنه أنا لا أقارن بين إماراتية وإماراتية لسبب واحد، أن كل الإماراتيات ما شاء الله عليهم صار عندهم طموح كبير، وصار عندهم هدف واحد، النجاح والولاء للدولة والولاء للشيوخ، ويبغون يثبتون بطريقة كبيرة جدا حول العالم نجاحاتهم، ووصلوا إلى ذلك. لهذا أنا أحيي كل امرأة إماراتية داخل البلد أو خارجها، وأقول لها أنت النجاح، وأنت صانعة المستقبل، وأنت صانعة الحدث، فكل من كنا نجحت وبجدارة. فمهما تعثرتي فأنت تظلين إماراتية، من تبني وترفع علم الإمارات إلى عالي. الإماراتيات ما شاء الله عليهم يلبسون قبعات مختلفة ويبدعون في كل المجالات، ولكن في بعض الشخصيات أنا صادفتني أنه كانوا فعلا من صناع النجاح وبإصرار، لأنه كان دخلوا مجالات لا تدخلها إلا الرجال، وتعثر عليهم فيها سهول المضي، ولكن رغم ذلك أبدعن ونجحن. وقل لهم شكرا، وفيت وكفيت، ونجاحكم كان فخرا للوطن، فأنتم يا إماراتيات فخر الوطن. ونحن نفتخر فيك يا دكتورة. الله يحفظك دكتورة. شو النصيحة اللي حابة تقدمينها للجيل القادم؟ في بلد الجمال، في بلد الأموال، في بلد التسامح، الإمارات الحبيبة، رسالتي إليك أنت أيتها الراقية الرائعة، فأنت ملهمة للأجيال القادمة. فحتكون نصيحتي كوني أنت، كوني دائما على استعداد، أحدث التغيير
ومكني الغير، لأن حينما تمكني غيرك وتؤطرين فأنت تبني الأجيال، ومثل ما قال سموه المرأة ليست نصف المجتمع بل كله، فأنت لديك رسالة مهمة وأنك أنت من تبني الغد. فكونوا دائما مع بعض، يد واحدة، قلب واحد، ومشوار واحد لبناء الأجيال. تحياتي ليلى رحال. شكرا على تواجدكم اليوم، وشكر خاص لعطور أحمد المغربي على الاستضافة الجميلة، ولكل سيدة كل عام وانت بخير.